السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ميس ديانا. طبعا يا ولاد انتوا وحشتوني جدا، بس اول مبدئيا قبل ما ابدأ في اي حاجة وحشتوني جدا 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 جدا. وان شاء الله بإذن الله منهج برايمري فايف فيرست تيرم ده منهج جميل ومشوق، ويعني كل حاجة حلوة فيه فعلا. طبعا كلنا عارفين اساسا ان الساينس فيري امبورتنت ان اور لايف، يعني ساينس دي مش اي مادة، يعني هي مهمة جدا في حياتنا. To know the stuff around us، يعني عشان أعرف كل حاجة حواليا. And to know things that we deal with it in daily life، يعني أعرف كل حاجة أنا بتعامل معاها في يومي الطبيعي ده علاقته إيه، ولا ده أساسا مكون من إيه، ولا ده matter عبارة عن إيه الماتر والكلام ده. فالساينس مش زي أي مادة تانية، الساينس مادة بتفهمك اللي حواليك. ماشي، بالنسبه بقى لمنهج برايمري 5 فيرست تيرم، فعلا هو منهج فعلا سهل وبيعرفك كل حاجه حواليك، وبادئ لك بحاجه جميله جدا. فهنيجي قبل ما اقول لكم هو بادئ بايه وندخل في التفاصيل، ناخد معانا البن بتاعنا كده، ناخد البن اللي هنشتغل بيه واقول لكم بقى بيتكلم عن ايه المنهج ده. يا ولاد فيه 3 يورز، المنهج ده فيه ايه 3 يورز. ايه هو اليونت الاولاني؟ اليونت الاولاني بيتكلم اهو، اليونت الاولاني بيتكلم على الانرجي. بيتكلم على ايه؟ على الانرجي. يبقى اليونت الاولاني بيتكلم على الانرجي، واحنا طبعا درسنا في السكند تيرم بتاع برايمري 4 يعني ايه انرجي، وهنعيد مع بعض تاني عشان نفتكر يعني ايه انرجي. يبقى ده اليونت الاولاني. يبقى قلنا ان الفيرست تيرم عندنا في كام يونت؟ 3 يونتس. اليونت الاولاني فيه بيتكلم على الانرجي، اليونت الثاني بيتكلم على الميكتشرز. بيتكلم على ايه يا ولاد؟ الميكتشرز يعني بيتكلم على المخاليط وحاجات جميله جدا. تمام، اليونت الثالث واليونت الاخير بيتكلم على الانفايرمنتال بالانس. الانفايرمنتال بالانس يعني الاتزان البيئي. معلش هو الماوس مش متحكمه فيه قوي، فعشان كده هتلاقي الخطوط معانا كده يعني، بس الى حد ما احنا عرفنا ان الفيرست تيرم عندنا في برايمري 5 في كام يونت؟ 3. اول حاجه انرجي، ثاني حاجه ميكشرز، ثالث حاجه الانفايرمنتال بالانس. اول حاجه الانرجي. الانرجي دي عندنا فيها 4 ليسنز. اول حاجه اللايت، ثاني حاجه سينج كولورد اوبجكت، ثالث حاجه الماجنتزم، رابع حاجه الماجنتزم اند الكتريستي. تمام، طيب يعني عندي 4 ليسنز في اول يونت. تمام، اليونت الثاني بيتكون من 2 ليسنز اونلي، اللي هما الميكشرز والسوليوشنز. اوكي تمام، اليونت الثالث بيتكلم على الانفايرمنتال بالانس، وبرده هو 2 ليسنز اونلي. يبقى عندنا اليونت الاولاني بس هو ال 4 ليسنز، اليونت الثالث اللي هو بيتكلم على الانفايرمنتال بالانس بيتكون من 2 ليسنز، اللي هما الفود ريليشن شيب امونج ليفنج اورجانيز، تمام، والانفايرمنتال بالانس. تمام، يبقى هنبدا اول حاجه باليونت الاولاني اللي هو بيتكلم على ايه يا ولاد؟ على الانرجي. اللي هو بيتكلم على ايه؟ على الانرجي. تمام، هو ده اللي هنبدا بيه. تمام، ابدا بقى على الانرجي، واول درس فيه اللي هو اللايت. اللي هو ايه؟ اللايت. تمام، نيجي كده نفتكر الاول يعني ايه انرجي. في ثواني نفتكر الاول يعني ايه انرجي. الانرجي the ability to do work or make a change، يعني هي اللي بتخليني اعمل اي حاجه، هي الطاقه، الطاقه الانرجي اللي بتخليني اعمل اي حاجه، وبتخليني اشوف، وبتخليني يكون فيه حراره، وبتخلي فيه الماجنت بيعمل اتراكت لبادز ودازنت اتراكت تو انذر بادز. المهم ان هي without energy we can't make any work. اني ورك ما اقدرش اعمل اي حاجه without energy، يعني الانرجي دي هي اللي مسؤوله عن كل حاجه. انا جسمي without energy ما اقدرش اتحرك من مكاني، فالانرجي هي المسؤوله عن كل حاجه. فاكرين الفورمز اوف انرجي؟ كان يو ريمبر ذا فورمز اوف انرجي؟ الفورمز اوف انرجي كان عندنا كذا فورم، صح؟ كان عندنا كذا نوع من الانرجي. كان عندنا نبدا مثلا نقول كان عندنا الثيرمال انرجي او الهيت انرجي. الهيت انرجي دي يا اولاد اللي هي ذا ابيليتي تو وارم، ماشي، اللي كانت مسؤوله عن التدفئه، هيت انرجي. تمام، كان عندنا الالكتريكال انرجي، طاقه كهربيه، دي طبعا مسؤوله ايه؟
to operate any machines. هو دي ال الطاقة الالكتريكال انرجي. كان عندنا اللايت انرجي. اللايت انرجي ليه؟ to see any subject او كان بي فيجن، يعني يخليني اشوف اي حاجة حواليا، لايت انرجي. طيب كان عندنا الماجنتيك انرجي، الطاقة المغناطيسية، to attract any body contain iron، iron او نيكل او كوبالت طبعا. طيب كان عندنا السولار انرجي بتاعت الصن، يعني كان عندنا many forms، وفي طبعا الساوند انرجي to hear anyone، فكنا بنسمع بيها. تمام، كان عندنا كذا نوع من الانرجي. طبعا كان عندنا الكيميكال انرجي اللي موجوده في الباتري، والموجوده عندنا كمان في جسمنا اللي بناخدها من الاكل. كمان يعني عندنا many forms of energy. طبعا ده خدناه في السكند تيرم او برايمري ايه 4. هنبدا النهارده هناخد، اعرفوا بس ان في اليونت الاولاني اللي هو بيتكلم عن الانرجي هياخد نوعين من الانرجي، هياخد نوعين من الانرجي، هياخد اللايت انرجي وهيتكلم عليها كويس جدا، وهيتكلم على سيرين كولرد اوبجكت في الليسون الثاني، وهياخد الماجنتيك انرجي اللي هي الطاقه المغناطيسيه وهيتكلم عليها وعلاقتها بالطاقه الكهربائيه. ماشي، يعني عندنا تو انرجي اونلي في الايه، في اليونت الاولاني ده. تمام، يبقى هنبدا باللايت انرجي. عندنا السؤال نعمل ايه، نشوف كده وارم اب بي برين ستورمنج، نشوف كده احنا فاهمين ايه. وات از لايت؟ انا عايزه افهم اساسا يعني ايه لايت. اللايت ده يا ولاد we can't see anything without light. انا ما اقدرش اشوف اي حاجه وما يكونش فيه لايت. يعني اللايت ده هو اللي بيخليني اشوف يا ميس. اللايت ده هو اللي بيخليني اشوف. يبقى اللايت ده هو اللي بيعمل لي كوز فيجن. يعني ايه كوز فيجن؟ يعني هو اللي بيخليني اشوف اي حاجه حواليا. تمام، يعني كده نغير لون القلم. تمام، خليه مثلا اوكي عشان هنا في احمر وفي ازرق فنخليه كده. ماشي، تمام. يبقى without light we can't see anything. يبقى اللايت ده هو اللي بيعمل لي cause vision، هو اللي بيعمل لي قدره على الرؤيه. تمام، تمام. طيب اللايت ده ايه؟ مش هو form of energy؟ طبعا هو نوع من انواع الطاقه. صح، يبقى اللايت is the form of energy which can be seen. يعني هو اللي بيخليني اشوف. يبقى هو form of energy which can be seen، هو ده اللايت. يبقى اما يجي يقول لك ايه هو، سوري يعني مش فاهمه ايه اللي انا عملته ده بصراحه بس يعني على قد ال ثواني. ماشي، مش مهم. يبقى نيجي نتكلم على اللايت انرجي. اللايت انرجي اللي هو اول حاجه عندي، ناخد القلم بتاعنا تاني. تمام، اللايت انرجي which can be seen، هو form of energy which can be seen. طب هل انا بشوف كل اللايت انرجي؟ يعني كل حاجه فيها، يعني كل حاجه، كل شعاع في اللايت انرجي بشوفه؟ لا، في شعاع انا بشوفه وهو ده اللي بيخليني اشوف الاشياء، اسمه visible spectrum. اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه visible، اهو ايوه visible spectrum. ايه هو الفيزيبل سبيكتروم ده؟ تمام، ايوه كده. الفيزيبل سبيكتروم ده it is a light energy، هو نوع من انواع الايه؟ اللايت انرجي which can be seen، هو ده اللي انا بشوفه. يبقى انا مش بشوف كل اللايت انرجي، انا بشوف نوع منه اسمه visible spectrum. يبقى اما يجي يقول لك scientific term يقول لك it is a form of energy which can be seen، ما دام قال لك form يبقى هنفتكر ان هو light energy، هو form of energy. اما اما يجي يقول لك it is a light energy، يعني هو خلاص حدد لك ان هو light energy بس which can be seen، هو ده اللي انا بشوفه، يبقى اسمه visible spectrum. يبقى في فرق عندنا scientific term، اما يكون عايز light energy واما يكون عايز visible spectrum. يبقى عرفنا light energy، light energy هو form of energy، اما visible spectrum it is a light energy، هو light energy فعلا بس هو ده اللي انا بشوفه which can be seen. يبقى انا شعاع الضوء اللي انا بشوفه اسمه ايه؟ visible spectrum. تمام، sources of light. يلا يا ولاد معايا نشوف بقى ايه هي sources of light. يلا كده نشوف معايا، هل في حد ما يعرفش يعني ايه sources of light؟ sources of light يا ولاد يعني انا مصادر الضوء اساسا ايه؟
طبعا احنا عارفين ان في مصدر طبيعي اسمه natural source، يعني الله ميد، يعني ربنا اللي خلقه، وفي حاجة صناعية او الانسان هو اللي عاملها اسمه artificial source. تمام، فنيجي نتكلم على اول حاجة اللي هي natural sources. ال natural sources زي الايه؟ زي ال stars، والمثال عليها ال example the sun. طبعا احنا عارفين sun is a star، يبقى ال stars دي natural source ومثال عليها طبعا sun. في سؤال عندنا the main source of light in on the earth هيبقى مين؟ طبعا الصن هو المين source of light. تمام، نيجي للي بعدها ال artificial من sources of light. عندنا artificial اللي هو المين ميد، اللي هو طبعا عندنا اللامب، وعندنا الكاندل، وعندنا الكيروسين لامب، يعني عندنا كذا نوع من artificial اللي هو الايه الانسان هو اللي صنعها. تمام، يبقى the sun is the main source، او ده السؤال اللي انا بقول لكم بيجي دايما برضو، the sun is the main source of light on the earth. طبعا طيب يجي حد يقول لك مون لايت، اللي هو المون لايت اللي هو ضوء القمر، بيقول لك it is a not source of light. ليه هو مش مصدر للايه للضوء؟ طبعا لان المون نفسه دارك بادي، واحنا واخدين الكلام ده في برايمري 4. المون دارك بادي، مفيش حاجه في السبيس لايت اند ايميت هيت اند لايت الا الستارز، فالمون دارك بادي زيها زي البلانتس، فهم دارك بادي. طب هو ليه بنشوفه يا ميس منور؟ بيكوز ات ريفلكتس ذا سان لايت. تمام، فبيقول لك مون لايت از ذا ريفلكشن اوف ذا سان لايت، يعني بيعكس اشعه الايه الشمس. ذات فولز اون ذا مون سيرفيس، اللي بتيجي على سطحه. ففي سؤال جبريزو بيقول لك the moon seems shiny، ليه المون بيبان ان هو shiny but is not considered the source of light، بس هو مش source of light because it reflects the sunlight that falls on its surface، هو بيعكس الأشعة بس هو مش مصدر للإيه لللايت. تمام كده، يبقى احنا خلصنا الجزئية الأولى اللي هي بتتكلم على اللايت، وبتتكلم على يعني إيه light energy، ويعني ايه visible spectrum، ويعني ايه sources of light، وعرفنا ان في natural، وعرفنا ان في artificial، وهنبدأ نتكلم على properties of light، يعني ايه هي خواص الضوء. وانا دلوقتي هنهي الفيديو ده عشان هعمل فيديو وراه على طول بإذن الله بتكلم فيه على properties of light عشان ما يبقاش الفيديو كبير علينا.